اللقاء المنتظر لفرسان البادية من أجل تصحيح المسار. انطلقت صافرة حكم المباراة انتظار إشارة اللعب من منتصر شيركو العرضية، ولكن أبعدت أو هي خارج أرض الميدان، بعيدة تغني خارج أسوار أرض الملعب. لؤي صلاح في الهجوم وسمير كاظم في الدفاع لمن ستكون الغلبة في مباراة الليلة. هل سيغادرون مباراة حبايب بالتعادل أم هناك شيء قادم؟ كرة عرضية لعبت بالراس ولكنها خارج أرض الملعب، تغني بعيدة ولم تشكل خطورة على مرمى الحارس ريباز عبد الله. نستمر ونبقى في الأجواء. شافوني في الأخير هناك خطأ ومخالفة. ماذا أشار حكم المباراة منتصر؟ الخطأ والحوار. السلامة للاعب نادي السماء وساقط على أرضية الميدان علي وحيد يشكو من إصابة. الحوار من بارزان شيرزاد مع حكم مباراة منتصر وواضحة. علي وحيد على اليسار ينتظر مساعدة حسين منديل لكنه أشار لعلي. اليساري كرته وصلت لمحمد محسن. الاستقبال والصراع بعد تدخل قوي وواضح قوة التدخل على حيدر قرمانة. وأشار الحكم منتصر بطاقة صفراء، البطاقة الصفراء على محمد محسن، ونتمنى له الشفاء وأن يتلقى الإسعافات الأولية لكي يعيد استقبال لقاء. بارزان شيرزاد كرة عرضية، أوه الكرة العرضية اللافة التي أرادت أن تباغت دفاعات نادي السماء بما فيهم الحارس قائد سدير. الأزرق بدأ يحاول، يريد أن يباغت الجميع. كرة من علي على محمد في منطقة العمليات، حذاري ولكن الاستقبال من الحارس. أوه لم تكن ولم تلبس مع أمجد أسعد الذي كان على بعد خطوة من الكرة، لكنه المدافع كان هو الأقرب لإبعاد الخطر. إذا هكذا مشاهدينا متابعينا، منتصر غازي حكم اللقاء أطلق صافرته لنهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، ونشاهد متعة وجمالية كرة القدم. انطلقت صافرة منتصر غازي معلنة بداية الشوط الثاني. كرة طولية باتجاه علي، حوار مع سيمنت، علي في التسديد، أوه أول الكرات وأول ظهور حقيقي للقميص رقم 10، يريد أن يجدد عشرته مع الشباك. قرمانة في العرضية في منطقة العمليات، حذار من الكرات الهوائية. بارزان شيرزاد ألحق بكرته، يعود مرة أخرى في العرضية من هناك لأكاب. التحضير، أوه الكرة من شيركو كريم هوائية لعبت على طريقة الدبل كيك لكنها لم تلبس بالصورة، والتسديد ولكن ارتطمت برأس أحد المدافعين. بالسلامة لحسن خيري، كرة قوية. يمر أو لا يمر؟ هذا هو السؤال المطروح. لا يمر، تسبب بعرقلة، عرقلة 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 وخطأ تكتيكي. إيقاف علي سعد قبل أن يدخل في منطقة الخطر. البطاقة الصفراء الثانية هذه المرة على بارزان شيرزاد في شباك ريباز عبد الله، والهدف الذي طال انتظاره من الجميع. علي يتلقى صافرة إشارة اللعب، التسديد، أوه من سيضيف العنف في السلة؟ وهذه كرة لهاكام، أكام ولكن الحارس بذكاء بخروج موفق قائد سدير، نعم هو قائدا للحراسة في استغلال الكرة. عكسية قد تكون، ردة الفعل علي خليل، أوه علي خليل أراد أن يكون مالكا للدليل وأن يكون خير بدين لكن كرته علت العارضة في الأخير من الدفاع. وحسين في الأخير، حسين منذور هو القاطع لكل الكرات القادمة الذي يقدم مباراة رائعة. وبطاقة صفراء هي الثالثة في المباراة، هذه المرة على أكام هاشم. بدل أن يكون خمس لاعبين على نفس الكرة كان بالإمكان التوزع وأخذ المساحات على الأطراف، لكنه قرمانة سدد بالمباشر. ويبدو منتصر غازي منح دقيقة للاستراحة وتناول شرب الماء للاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نعم
انتظار ريبور ولكن عرضية، هذا حظير كول تسديد لكن لا شيرزاد الله ردة الفعل للفريق الأزرق علي أو هذا أمس عدمجد في العرضية في منطقة الخط أوه ماذا أهدر علي سعد لبرزان مقلق الدفاعات الزرقاء العرضية مرة أخرى برزان عرضية خطرة أوه ماماني عشاق الأزرق عرضية لعبت في منطقة العمليات أوه تعثر ويا لسوء حظ علي خليل لم يتعثر في الوسط لكنه تعثر في منطقة العمليات في ليلة غير مرغوب فيها السقوط والتعثر يا علي خليل اختل توازنه وسقط أرضا ولكن حذاري من الانفاس الأخيرة أن يأتي هدف هنا وهنا فالآخر سينتم وهذه واحدة من الكرات الله لا 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 هذه هي من أقوى وأحلى الكرات التي جاءت مقشرة على طبق من ذهب لكنه استعجل ولعب كرة بقوة لو كان يتأنى بعض الشيء بقليل بقليل لكان ممكن يركن كرة في أحد الزاويات الركنية إيفور من أجل تسجيل أحلى حضور إيفور بانتظار العرضية أوه هيرديس يا مند يأتي بفرحة ويا أجملها ويا أحلاها في يوم عيد نوروز أصبح العيد بعيدين تحقيق الانتصار هنا في أرض السماوة والعودة بقافلة الفريق راقصا فرحا طربا بهذا الانتصار الثمين ما أجمل الهدف الفرحة بفرحتين بدأ السماوة لعلي خليل قد نشاهد هدف تعديل الأسمراني بن خليل واحد ضد واحد أمام الدفاعات الصفراء المرور والتسديد ولكن مع هذه الكرة جاءت صافرة الحكم منتصر غازي معلنة انتصار صعب لنادي أربيل بهدف مقابل لا شيء على نادي السماوة في ملعبه